قطاع الرعاية الصحية في البحرين قاعد يشهد تطور وتميز ملحوظ، خصوصا مع زيادة الاستثمارات في هاي المجال. اليوم نتواجد في المستشفى الملكي للنساء والأطفال في الرفاع. تم افتتاح المستشفى في مارس 2019. يتميز تصميم سقف المستشفى بنفوذ الضوء الطبيعي والزجاج العازل للحرارة والخشب الطبيعي من نيوزيلندا. هذه غرفة الديلوكس المزودة بتكنولوجيا فائقة التطور لتقديم خدمات رفيعة المستوى للمرضى. من خلال هالشاشات يمكن طلب الممرضات أو طلب الأكل واستعراض التقارير الطبية. غرف المستشفى ودورات المياه تم صبغتها بطلاء يمنع انتشار الفطريات والبكتيريا واللي يخلي المستشفى في بيئة صحية. مستوى عالي وراقي مثل الفنادق لتقديم أدوات النظافة والأدوات الصحية. الرويال سويت يتمتع بمدخل خاص وأيضا لفت خاص من هني. طبعا ما حد يقدر يدشه إلا عن طريق الزر أو تصريح الدخول، وعلى طول على غرفة الأم والطفل. ومو بس كذي، لهم باركات خاصة ومدخل خاص للمستشفى. وهذه صالة معزولة عن الأم والطفل لراحتهم وفيها دورة مياه. يهدف المستشفى الملكي للنساء والولادة إلى جعل تجربة المرضى أكثر خصوصية. وهني عندنا الخزانة. يهتم المستشفى بالمريضة وكأنها الوحيدة بالمستشفى، ولو تأخر عليهم الناس دايركت بيوصل ريبورت للإدارة. وهذه النموذج الثالث للغرف في المستشفى. طبعا عندنا 21 غرفة في المستشفى بشكل إجمالي. هذه الصالة، وعندنا الحاجز الزجاجي لخصوصية الأم والطفل، في دورة مياه خاصة للأم وفي ثانية للضيوف، وعندنا خزانة أمتعة ثمينة في المجلس. وعقب ما شفنا الرويال والديلوكس، هذه النموذج الثالث اللي هو المجلس. المستشفى مزود بنظام أمريكي مركزي متقدم لتحديد الوقت عن طريق الستلايت، وهالشيء يفيد لعمليات الولادة وتحديد الوقت بشكل عام في المستشفى. المستشفى يتميز بتجدد الهواء بشكل يومي ويتم تنقيته قبل دخوله للمستشفى، وحتى الماي صالح للشرب في جميع مرافق المستشفى. المستشفى يقدم خدماته في الأسنان والتجميل والولادة والأطفال من حديثي الولادة إلى 14 سنة. يقدم المستشفى خدمة الألتراساوند في المنزل لتوفير الرعاية الطبية لجميع المرضى. المستشفى وظف أطباء بحرينيين ويوفر أفضل الخدمات الطبية في مجال الرعاية الصحية. غرف العمليات مزودة بأحدث التكنولوجيا ومنها نظارة جوجل، وهي عبارة عن كمبيوتر قابل الارتداء كنظارة لمتابعة المريض. وعندهم غرفة لفحص سرطان الثدي بعيد الشر عنكم. وهذا الجهاز لقياس كثافة العظام والكشف عن هشاشة العظام. وهذه غرف التشخيص. غرفة الإفاقة ما بعد العمليات تظهر دقات القلب والأكسجين وتظهر للممرضات على الشاشات اللي عندهم. خصم لأول 10 حالات ولادة 50%. يضم المستشفى وحدة العناية المركزة والوحيدة للأطفال حديثي الولادة الخدج من الدرجة الثالثة على مستوى المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين. المستشفى يستقبل طلبات التوظيف على الإيميل الموضح على الشاشة، ويعتبر المستشفى الأول من نوعه في البحرين اللي يوفر خدمات الولادة والرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة للنساء والأطفال. المستشفى عنده القدرة أن يولد الكهرباء لمدة 10 أيام في حال انقطعت الكهرباء لا قدر الله.
هذه كانت نهاية تغطيتنا، نشوفكم على خير إن شاء الله في مكان ثاني، والله يعطيكم الصحة والعافية. يا جماعة الحمد لله تم تسجيل أول حالة ولادة اليوم في المستشفى الملكي للنساء والأطفال بعد ما خلصنا التغطية، وبعد شوي تصريح الرئيس التنفيذي. رمضان كريم. Here at the Royal Hospital for Women and Children, we are incredibly proud to announce the birth of our first baby on the 24th of May 2019 at precisely 3 p.m. The baby boy named Hassan is doing very well, as is the mother. Mabruk.